نحن الآن في منطقة لتسلق المرتفعات في كارلشتاين، وهذه الصخرة الشاهقة وشديدة الانحدار هي التي أتدرب عليها كامل السنة استعدادا للمنافسات الصعبة في تسلق الجدران العالية، سواء كانت صخرية أو جليدية. والرائع هنا أن مسافة التسلق قصيرة لكنها وعرة وتتيح فرصا للتدرب على الصعاب والجزئيات المهمة. وهي جزيئات ضرورية للتمكن من فن التسلق ولا بد من الإلمام بها. أقضي عادة حوالي 5 أيام في الأسبوع في التدرب على تلك الأهداف الصعبة. هذه الأهداف الصعبة كما تسميها قامت بجمع صورها في كتاب وأسمته إينس بابرت تتحدى جدران العالم. الجليد يهمني مثل الصخور العالية، كما أحب تسلق الجبال والمغامرات الجماعية، وأعتقد أن كتابي هذا سيمتع القراء بصوره الرائعة والمزدانة بالألوان ومواضيعه المختلفة. هذا أول كتاب أنتجته في حياتي، لذا أشعر بالسعادة. بدأت إينس بابرت بمجال رياضة التسلق بالصدفة، فقد ترعرعت في ولاية ساكسونيا بعيدا عن جبالها، ثم أخذتها الوظيفة في العلاج الطبيعي إلى بافاريا، وهكذا تعلمت رياضة تسلق المرتفعات الجليدية بسرعة فائقة بل وتألقت فيها. لقد أتاح احتراف مهنة التسلق لإينس فرصة لتصوير رحلاتها كهذه الصور الملتقطة في اسكتلندا في مطلع عام 2011. أما الجهة الممولة لهذه الرياضية فهي شركات تروج لمنتوجاتها من خلال دعم الرياضيين. يقال أنه بالإمكان كسب المال من ممارسة رياضة تسلق الجبال، وقد تسنى لذلك بالفعل، لكني لم أستجدي ذلك ولم أطالب به، كما لم أتذمر من طول الوقت الذي أقضيه مع المصورين المحترفين. بل الرائع في الأمر أنه بوسع انتقاء الصور التي تعجبني. أحب مرافقة الأصدقاء إلى الجبال، لهذا تكون الصور معبرة. الكتاب المصور يروي حكايات عن تعدد الثقافات ومشاريع غير مألوفة، كرحلة إلى مدينة هاربن بشمال الصين في يناير الماضي للمشاركة في مهرجان الجليد. هذه المغامرة التي تبدو لنا سهلة كلفت إينس جهدا كبيرا، لأنها كانت في الليل وفي ظروف جوية شديدة البرودة. عودة إلى بلدة غامن البافارية حيث تعيش إينس بابرت. هذا الجهد الذي تقوم به كحمل أمتعة السفر وأغراض المحاضرات التي ستلقيها أثناء الرحلة يعد جزءاً هاماً من ممارستها اليومية. فمحترفة تسلق تلقي حوالي 40 محاضرة في السنة، معظمها داخل ألمانيا. إنها تلبي بذلك رغبة المعجبين بالجبال الذين يكتفون بالتفرج على المغامرات، لأنهم ربما لا يملكون المال أو القدرة للإقدام على تسلق الجبال. إنها ناحلة جدا، ما يزيد في الإعجاب بقدراتها في تسلق المرتفعات مهما كانت أحوال الطقس. إنها مشاهد تحبس الأنفاس. إنها تشجعني. نعم، تحسن على المغامرة. وهكذا تواصل إينس تدريباتها استعدادا لمغامرات جديدة، كأن تحقق حلم تسلق جدار جليدي بارتفاع 1000 متر في كيرغستان.